بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوان، سأبدأ أو أفتح هذا الشريط بأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب العثام والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، هذا الأذان الذي تقدمنا به في هذا الشريط بحديثاته، فإذا كان نداء فهو نداء وإعلان وإشعار وخبر وبلاغ. إذا كان نداء إلى العالم العربي الإسلامي، يعني يجب علينا نعرف من هو الإسلام ومن هم المسلمين. إعلان يعني إعلان عن أمر حدث أو وقع يجب أن نستوعبه ونفهمه. إشعار، نصف حالة الحدث أو خطورته أو الضرر منه. خبر، لجميع الأفراد المستيقظين والنائمين والحاضرين والغائبين. البلاغ، لجميع الناس والصالح والطالح في هذه الأرض وفي هذا العالم الموجود حاليا. الإخوان، بهذا مناسبة هذا الشريط، مناسبة أن ما سمعته البارحة بالمغرب، أن المغاربة لما سمعوا هذا القرار اللي جا به الأمين ديال الأمين العام للأمم المتحدة أنه مرض غير صعيب وغير، هذا كان شيء بالنسبة لي أنا، هذا كان شيء وارد شحال هذه. وأنني أنا غادرت التراب الوطني سنة 2007 ما للحكومة الغبية خاضت ذيك المبادرة حول الحكم الذاتي اللي تقترح من علينا من طرف جيمس بيكر وقبلوه الأغبياء، ولي واحد الضرر اللي لحقني أنا من السلطة والمخزن ديالنا في المغرب، دينة محمد، يعني حاولت أن هاجر. ولأنني جيت هنايا في إيطاليا وأنا أدافع عن المغرب، وكيف ذلك؟ لأنني في بداية هذا الثورة ديال 2011 اللي سموها الحرية العربية، أنني تقدمت برسائل وتقدمت إلى السيد القنصل، أولا السيد نور الدين رادي، وصححت واحد الرسالة وصلت لجلالة الملك وما وصلتوش، ودرت واحد المحاولة لهذاك القنصل، أنا محاولة انتحارية باش نجلب الانتباه وغادي يكون شي رد فعل. وإنما هو كان كيقوم شي عيوب مع الجمعية تما كاينة في مدينة تورينو، شي جمعية مغاربية، أنه هو ما شد داك دار موضوع أو تقرير وما وصلوش الوزارة المعنية أو جلالة الملك، أو يقولوا بأن واحد المجرم راه دار وقام ولا قام، ما كاين والو. كيجي القنصل التالي كنطرح ليه المشكل، يعني اللي كيفاش كيستوعب حتى هو، طرحت ليه المشكل ديال المغرب وقلت ليه بأن المغرب راه مستهدف، وبينت ليه على أنني أشريط أنا غادي نذكرها لكم باش تشوفوهم إن شاء الله الرحمن الرحيم، أن اتكت المملكة السعودية والخطورة اللي غتلحق المملكة السعودية آنذاك. عاود القنصل الثالث هو كنهضر معاه، الا انهم كيستدعوا واحد الانسان من المخابرات وكيحضر يتصنت لذاك الكلام ديالي، ولكن كيكون داك الحضور ديالهم غير مسؤول، معناه حيت ملي كيحضر واحد من المخابرات خصو ياخذ واحد المذكره وقلم ويسجل ويطرح اسئله، كيبقاو يتصنتوا كيقراو داك الحيوانات. وفي الاخر غادي يقول واحد قال لي خاصك تدخل دير حزب ديالك، واحد قال لي خاصك دير مذكره او كتاب وتنشره.
كنقول يا اخي هذا راه مصير امه ومصير شعب، راه ماشي مصير تقول في الكتب. ولهذا كنقول الاخوان المغاربه على ما جاء به القرار اللي جاء به هذاك الامين العام، ما يزعجناش وما يخلعناش، لان لدينا الحل، لان الامم المتحده، نعطيكم واحد المثال بسيط وهو سنه 1991 في عهد الحسن الثاني، انه البوليزاري والشعب، كنقول الشعب الصحراوي، نقول البوليزاري كل سنه ما كاينينش، الشعب الصحراوي انه ناض، دار واحد الفتنه وناض كيضرب في المغاربه، ردوا عليه المغاربه، جاوا الامم المتحده ذاك الحضور ديالهم وحبسوا هذاك الحرب وما خذوا حتى شي قرار، معناه هما كيعترفوا بانه هما مسمين بوليزاري، وحنا ما عندناش بوليزاري، عندنا شعب صحراوي واقع ليه خلاف، سوء تفاهم مع الوطن ديالو، باغي نرجعوا لذاك المياه المجاريه. هما جاو داروا بانه كاين هناك جبهه وباغي نديروا هذا ولا، ودعموها بالسلاح وزادوا دعموها اكثر، وكيعطوا المعوق ديال بوتفليقه هو اللي كيعطوا السلاح، كيعطي البوليزاريو. حنا ما عندناش بوليزاريو، حنا عندنا شعب صحراوي. وانا كنقول لكم في سنه 1974 و75 كنت في الجيش في التجنيد الاجباري، وكنت في الصحراء، انا ما كانش عند الاخوان الصحراويين الكابوس ديال 10، ما كانش عندهم. منين جاهم هذاك الشيء؟ وهو اعداء المسلمين والاسلام، اعداء العرب، اعداء المغرب، اليهود والامريكيين هما اللي كيعطيو السلاح، وباغيين يقسموا المغرب كما قسموا بعض الدول، راكم عارفين كل شيء دابا، وهما اللي خلقوا هذه الثوره، وهما اللي ضعفوا هذه الامه العربيه، ولكن الامه العربيه ما غاديش تضعف بجهد الله وقوته ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كنقول لكم على ان هذا الكلام اللي كنقول لكم خاصكم تاخذوه بجديه، الله يجازيكم بخير. انا نجزت واحد الشريط تكلمت فيه على شنو هو المسؤوليه ديال اليهود ديال الامم المتحده، بانه هو المسؤولين اين في الامم المتحده كانوا منتشرين في العالم، وفي خلال الحرب العربيه الاولى والثانيه انهم اجتمعوا كنخبه يهوديه في امريكا وخدعوا الشعب الامريكي، واصبحوا يسيرون الشعب الامريكي بتعليمات يتلقونها من بلدهم الاصلي من اسرائيل، كما انهم اصبحوا يحكمون العالم بهذا القانون الوضعي، وانهم الامريكيين يريدون ان يجعلوا خلافات، وهذه الخلافات انهم جعلهم هما باستفاده انها الماديه باش يخدروا الشعب الامريكي ويوفروا له الاكل والشرب والخمر والرقص الى اخره، ولا يبالي بالسياسه ولا يتجه لاي ديانه. هذا هو الهدف. اليهود يريدون ان يحطمون الاسلام نظرا للحديث الشريف القدسي يقول نصيب النار من بني ادم، وانا كنطلب من كل مسلم، مسلم وكل عربي عربي، انه يقرا هذاك الحديث ديال نصيب النار من بني ادم، هما اللي جعلوا بانهم باش يعني يطيحونا معهم في النار، لانه هو انا واحد الشريط درته تكلمت فيه، لقيت بانه هو كيقول قلت لهم بانه الاعداء ديال المسلمين وهم اليهود او اعداء المؤمنين بصفه عامه، المسلمين والغير المسلمين، كاين المؤمنين حتى اليهود فيهم مؤمنين، ولكن اعداء المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. يعني وضحت في هذا الشريط أنني شرت إلى واحد السلاح عندنا حنا يا المؤمنين، وهذا السلاح سيصل إلى جميع المؤمنين إن شاء الله الرحمن الرحيم في أقرب وقت لاحق. هذا السلاح في يعني حتى يقول الله سبحانه وتعالى هنا: وجعلوا لله في سورة الإنعام عفوا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والإنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني من وضحنا لهم هذا القول وعرفنا وذاك حذفوه هذاك الشريط، هذاك الشريط حذفوه، مهما حذفوه يعني عطانا واحد الصورة واضحة، وزادنا قوة وزادنا إيمان بأننا نحن يا على صواب وأقوياء وهم خاطئين وضعفاء وسيبقون ضعفاء إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلاح اللي ذكرت لهم هو أنه وقت لهم واحد السلاح لا تراقبه مراقبة ولا أجهزة مراقبة، سلاح خفيف الحمل وسهل في الاستعمال وقوي ولا يخطئ الإصابة ضد العدو ولا يضر بالأبرياء، وقلت كما قلتم بأن سرعته تفوق سرعة الضوء بالملايين من الكيلومترات، وهذا صحيح ومؤكد. وهذا السلاح احنا غادي نضربوا به أعداء الإسلام والمسلمين فيما بعد، يعني الحكومة، تشوف الحكومة
اليهودية في إسرائيل والحكومة الأمريكية في أمريكا. ولكن قبل ما غنضربوا هاد جوج الحكومات غادي نوجهوا هاد السلاح نضربوا به بعض العناصر في الحكومات العربية المسلمة الذين يتعاملون مع اليهود، حيث أن الله سبحانه وتعالى أكد لنا ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذوك الذين أشركوا يعني من داخل الأمم العربية المسلمة أنهم يتعاملون مع اليهود وأصبحوا يدافعون عن المصلحة اليهودية ولا يدافعون عن المصلحة العربية المسلمة ككل. وأنا أشرت في هذا إلى فهد الشريف إلى العاهد، أنا كندافع عن المملكة السعودية وشرت إلى هذا الفهد الشريف بأن العاهد للمملكة السعودية في أواخر سنة 2015 أنه دعا إلى اجتماع قال فيه بأنه هذا العدو الجديد ألحق الضرر وسيلحق الضرر أكثر بالمنطقة وبأوروبا وكذلك بأمريكا، وهو يقدس أمريكا أكثر ما يقدس الكعبة الشريفة. وقلنا لهذا الرجل توب إلى الله واستوعب ما تعمل وما تقول، وعليك أن تعرف من هو العدو وكيف تقاومه، ولا تدافع، أنت أصبحت تدافع عن المصلحة اليهودية والأمريكية. ولهذا هذا الشريط لأنه يعني في العمق دياله كيوري وكيبين اليهود والأعداء ديال المسلمين أنهم حذفوا هذا الشريط، ولكن أنا سأتابع وسأقاوم، وأنا أقول بأنني أنا مستهدف وربما مطلوب، لا يهمني هذا، وعلي أن أبلغ هذه الرسالة إلى الأمة العربية، وهذا هو واجبي. وعلى واجبي الوطني نقول بأن جلالة الملك محمد السادس اليوم أنه يرتدي واحد الجلابة ديال الحرير، يعني هذه الجلابة ديال الحرير يعني صنعوها ليه الأحزاب السياسية، وكلما يعني لبس هذه الجلابة أو ارتدى هذه الجلابة أنه إما يلقاها مسخة وإما فيها نجس وإما ممزقة وإما فيها عيوب من الخياطة أو كذا. اليوم كنطلب من الشعب المغربي والحكومة المغربية أننا غادي نوجدوا جلابة أخرى، وغادي نقول لمحمد السادس الله ينصره الله يحفظه غادي يحيد هذه الجلابة الممسخة ديال الحرير. الحرير مفروض ولا محرم على الرجال وإنما مباح به للنساء، حنا غادي نعطيوك جلابة ديال الصوفة من الصوفة الخالصة. هذه الصوفة الخالصة هي حنايا المغاربة كنا غادي نتهلاو في المواشي ديالنا ديال الغنم وغادي نسرحوها وغادي نتهلاو فيها، وغادي ملي ندزو الغنم ديالنا غادي نغسلو الصوفة ديالنا ديك بوحدها نحيدوها، وغادي منا من غادي اللي غادي يغسل يغسل واللي غادي يمشط يمشط واللي قرش اللي قرشال واللي غزل يغزل، وغادي نصوبو واحد الجلابة سموها من الخيط يعني كيسدا في السدا، ونديروا هذه الجلابة ديال السدا في السدا هي اللي غادي نعطيوها لمحمد السادس. ومحمد السادس غادي يبان واحد اللبس فوس واحد الجلابة ديال السدا في السدا من الشعب ديالو اللي بصوبها ليه الشعب ديالو المخلص. ويمتى هذيك غنقدموا لهذيك الجلابة نهارات كل سنة في عيد في المناسبة ديال الجلوس ديالو على العرش غنقدموا ليه البيعة والولاء. هذه هي الجلابة اللي غنقدموها ليه باسم هذيك الصوفة وهي الشريعة الإسلامية. اليوم غنطبقوا الشريعة الإسلامية، وفهموني مزيان، لأنه هذه الشريعة الإسلامية معناه بحال أننا المغرب قلبناه جمهورية ما بقاتش ملكية، والمعاهدات اللي كانت في عهد محمد الخامس محمد السادس محمد الخامس والحسن الثاني مع بعض الدول غادي تلغى ما غتبقاش، تقلبت جمهورية. جمهورية يعني هي الشريعة الإسلامية، فهموا مزيان الله يسلمك، ما تقولش هذا كيخربق ولا، لأنه هو الثورة الإيرانية سنة 1979 اللي كان الملك الشاه الله يرحمه في الإيران كانت دولة إسلامية وكانت تتعامل مع أمريكا بدولة إسلامية. الوقت اللي المرحوم الخميني جا دار ثورة إسلامية وحبس عليهم البترول ولا عدو ديالهم، وجعلت من الإيران عدو ديال الدول الأخرى وخلقت خلافات من تما، وهي الخلافات وهي كتخطط، حتى عرفت بأنه هو راه الشعب هو الأساس، ليس الملك أو رئيس أو قادم أو قادم القدس، ما كاينش، لأنه عرفوا بأنه وراء الشعب هو اللي في ذو زمام الأمور. ولهذا حيدوا ديك ورقة القدس وحيدوا زمام الأمر من يد الملوك، وبديك الخطة ديالهم وبديك منظمات الإعانة والكذوب ديالهم التشيطانيت أنهم حاولوا يكسبوا الشعوب وحيدوا زمام الأمر من يد الملوك ومن يد الشعوب، هذه هي الفوضى فينا. ولهذا اليوم حنا غادي نرجعوا للأصل، الأصل وهو الشريعة الإسلامية، وأن جلالة الملك غادي نسميه أمير المؤمنين، ما يبقاش مالك،
حتى الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم ملوكا وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. حنا كنا غنكونوا ملوك ماشي غير محمد السادس. سيدنا موسى قالها لبنو إسرائيل: وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يسيء أحد من العالم. حنا غادي نصع الله الرحمن الرحيم غادي الملك حيدوا لي هذاك الملك ديالو، حنا اللي غنكونوا ملوك وهو أمير المؤمنين. وهنايا خلافات ونحيدوها ما بيننا وبين الجزائر، والمعاهدات سحبوا حنا السفير ديالنا من امريكا، حبسوا ديك المعاهدات، وكونوا على يقين بانه امريكا راه هذا هو الاجل ديالها، راه النهايه ديالها، راه اليوم هي على الابواب. وباش غنبقاو نقولوا بحال البارح دايرين كيران ودايرين وغتكون الفوضى، وحنا الحكومه المغربيه ربات بعض المواطنين على الفوضى وعلى هذه، راه غتلقاو مصيبه في هذا الشيء. رجعوا لله سبحانه وتعالى ونوحدوا الصف ما بيننا وبين الاخوان الجزائر. واش تم المعوق ديال بوتفليقه؟ جوج حصات اللي خصو يدوزو جوج ديال الحقائب، الثالثه تطفل عليها، الرابعه تعرض ليه الشعب في مارس ونجح هو في ابريل وهو معوق. لماذا؟ انا ثلاثه النقاط الاساسيه، انه هو تعدى جوج الولايات، انه هو تعرض ليه الشعب ديالو في الولايه الرابعه، انه هو معوق. وهذوك الكلاب ديال الجزيره، الاذاعه ديال الجزيره في 2012 كيقول لك بانه الامم المتحده كتعترف بانه راه الجزائر هي الدوله الاولى في الامن المطاري. تخدير ديك خضرك المعوق ويخضروا الحكومه والشعب الجزائري راه بريء. معناه كيقول اول دوله في 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 في, في, في الامن المطاري، يعني اللي هما كيجيبوا الارهاب جماعات ويمولوها ويعطيوها للبوتفليقه الفلوس والسلاح باش يعطيه لهذوك البوليس لهذوك الجبهات الارهابيه. معناه ملي نعرفوا حنا الارهاب غنقولوا منه راه كاين من المغرب. الجزائر صارفه بها الامم المتحده، راه هي اول دوله في المطار، اول دوله امنيه من ناحيه المطار. هذا يا اخواني خاصنا نستوعبوا هذا الشيء، الله يرحمكم الوالدين. حنا كنقول لكم اليوم بن كيران، انا كنقول لك بن كيران التزم الحدود ديالك وكون ثابت. حنا بغيناك تبقى، حتى هو اللي بغيناك تبقى وزير او رئيس حكومه. انت يا ابو خنونه يا شارلي شابلين يا المنافق، لانه هو الشعب اللي غادي يبدا يحلل ويبدا يغربل ويعطيك. لان الامم المتحده نازين واحد نازل اسرائيل، في اسرائيل مسيرين الحكومه، مسيرين الحكومه ومسيرين الشؤون في امريكا. اي انسان جات ماكين الا يمشي مقدم بالمغرب يقول لي حتى رئيس ديال امريكا غادي يمشي امريكا ويمشي العالم، لانه مخطط والناس خدامه وهو كيبقى رمز. الان اوباما رمز واقف تما، سير قول هنا وسير دير هنا وفعل هنا، راه ماشي هو اللي كان في شي حزب وقرر الحزب ديالو. حتى دابا بن كيران مثلا، نرجعوا لبن كيران، بن كيران هذا دار رئيس حكومه، انا عرفت وانا نهار ما غادي يدير والو، لان انا خذت الدرس من العداله والتنميه 2003 في مدينه المحمديه، وهو العدد اللي حصل عليه ماشي حزب ولا جوج ولا ثلاثه، بدات الاحزاب لانه البرنامج ديالو، دخلوا معاه احزاب اخرى، كل حزب باغي يدير البرنامج ديالو، باغي ينفذ البرنامج ديالو، ما عمرها تكون اتفاقيه. وزياده على هذا نقول لبن كيران، عافا كيف قلتي تعافى اما سالف، راه ما خصهاش تكون، خاص تكون محاسبه. ولكن انت النهار اللي كذبتي على الشعب وقلت لهم انا غادي نفعل، غنمشي للصحه وغنمشي للتعليم والسكن والشغل، نهار اللي قلت لهم انا ما غاديش نعقب واحد، نوقف واحد الجماعه ديال الدريات ونقول له علاش تيطلعوا علاش مهبطه، ولا غنمشي عند واحد ندير ليه نفخه فيهم ونقول انت مخمر ولا ما مخمرش. ولكن تزاوجتي هذاك ونسيتي هذاك الشيء، ومشيتي ملي نجحتي بشكلك الحكومه، مشيتي عند اوباما، جي من عنده هو التعليمات، هو اللي عطيتيه البيع والولاء. ومؤخرا في هذيك المدرسه ديال اف ام اش ولا شنو هو في وجده، مشيتي تحضر كانك راك تعرفنا، مشيتي كدير مشيتي باش دير حمله انتخابيه قبل الاوان، وكما انك شعرتي انك ذكرتي بلا ما تشعر انك راك درتي ثاني الحمله في مراكش مع مع, مع مدرسه اخرى، وانك هذيك النهار في هذاك مع الوجديين كتقول لهم اما انا ما انا ندير انا نفعل انا نترك وانا غندخل من عندكم من تما وانا ندير. في الاخر بديتي كتقول عيطوا على الدوله، ورا الدوله هما هذوك اللي قدامك كيخلصوا الضرائب، وليتي تقول لهم عيطوا، فين هذاك الشيء الشجاعه ديالك والقوه ديالك؟ عيطوا على الدوله.
دابا اللي كنقولوا وهو انك غتبقى في الحكومه وتبقى مسؤول وغادي تحاسب وغادي الشعب اللي غادي يبقى يعطيك التعليمات وغادي نبداو نغربلو ونصاوبو حنا نعطيو التقارير من 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 من, من القاعده ديالنا كشعب. ما كاين لا احزاب ولا محزاب، كاين الشورى امر رقم شورى بينك وين غنطبقوا الشريعه الاسلاميه. وراه قلت لكم في هذاك الشريط اللي قلت لكم فيه انه هو المغرب زائد الجزائر يساوي امه، قلت لكم راه الا ما طبقتوا الشريعه الاسلاميه كل واحد يتحمل مسؤوليته، ولا طبقتوا الشريعه الاسلاميه الصحراء راه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهنا كنقول لكم خاصكم ترجعوا لهاد الاشرطه انا غنذكرها لكم باش تشوفوها. اولا كاين واحد الشريط رقم 12 51 816، شريط 24 45 049، وشريط 29 19 39 51، وشريط 29 20 132، وشريط 23 16 13 1، وشريط 610 3337. هذه الأشرطة يجب على المغاربة وعلى المسؤولين الحكومة أنهم يستمعوا ويشوفوا هذه الأشرطة، وراه ما يكون على خير إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا العبد هذا هني أنا 10 سنين وأنا محروم من التقاعد ديالي، 5 سنين هذه 10 سنين وأنا خارج من الطلبة محروم من التقاعد ديالي، وذاك الضمن اللي وصلني، ولكن أنا أدافع وسأبقى أدافع، وأنني الحجة ديال الدفاع ديالي أنني اتصلت بالقناصين 3 وطرحت عليهم المشكل، ولكن ما كياخذوش الامور مع الاعتبار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.